وياد يا حدوي يا عاد منك ما اتجوزت كذا ومش عاجبني برد الجو برد يا حدوي من ذيلي ها الجو برد ليه مال يعني ما بتطلعش واصل هطلع ها عملي انا شوف الشاي طيب اه ماشي عشان انا لا انا مش بحب اشرب الشاي غير على الموقع اه حلو اه الشاي الصعيدي ليه هو حلو اه حلو الشاي اه واخبارك تمام تدلو يا نور ماشي زبطوله اه عشان الايام دي عايز الشاي يكون تقيل اه والله عشان يزبط لك الدماغ صح واخبارك يا عامل انت تمام تمام يا من وين امك مش بحب شاي البوتجاز ابدا ما ينفعش هو الشاي الاصلي ده الاصلي اه بقول لك كنت انا النهارده ما النهارده زي ما تقول كان معاي مؤتمر مؤتمر ايه ده يا بوي مؤتمر يعني بندعم الجمعيات الخيريه اه والله الله يديك الصحه في اه والله ليه بندعم الجمعيات الخيريه اه عشان الجمعيات الخيريه دي يعني اللي بيدعمها ربنا بيبارك وبيكرمه صح اه انا مش بدفع فلوس بس بدعم كده يعني والله الله يديك الصحه اه والله الله يديك الصحه اديهم موز للجمعيات الخيريه اه مش هتاي تضربنا ولا تكلمني لا حويان. لا الجمعيات الخيريه يقطع لها موز زي ما هم عايزين يديهم تمام اتفقنا يا عمي اه صب شاي طب هيدوني ورق ولا حاجه ولا لا ادي على كيف ادي موز زي ما هم عايزين في فدان اه الفدان الشرقي قطعه كله ودي للجمعيات الخيريه طب والاربع اللي على البحر في فدان طايب فيه الموز وصبي اه لا اديهم الموز الكويس اه وايه اخبارك انت؟ والله تمام يا حاج كويس لا والله وايه اخبار الجواز على حسك؟ والله بالصلاة عن لا وشك نور انت اه الحمد لله اه تمام وايه الدنيا؟ الحمد لله تمام والله تمام انت رايق؟ الحمد لله تمام الامور اخبارك تمام انت؟ والله الحمد لله يا عم الله يبارك لك بس يعني دردح نفسك كذا حاضر عشان منك ما اتجوزت مش عاجبني كسلت شوية كسل صح اه لا صح آه. لا خلاص يا عمي من ضلك كسلت حتى رحت زقيت لي فدان الموز زقيت نصه وسبت نصه نشف اه دي مجاز خلص بتاع المكنه الجاز خلاص الجاز خلص ولا جازك انت اللي خلص لا الجاز خلص يا حاج آه. حلي حليته شوفوا كل حط لي معلقه واحده معلقتين حطيت انا معلقتين حط الشاي على الموقد احط الربع ده ثاني اه ربع معلقه ثاني تمام وايه اخبارك انت والله الحمد لله يا عم كويس تمام والله الله يحفظها تمام النهارده مش حتو كانت عامله جمعيه اه قبضتها ومزنوق خالك كنت رايح اجيب الكيماوي تمام للموز اصيلا مش حتو لا مش حتو دي والله العظيم ما هتلقى زيها في التاريخ اه النهارده ادتني 20000 جنيه قالت لي يا ضوي بدل ما تاخذ قرض من البنك انا ادي لك طب عارف لو ماخذ واحده غريبه والله لا 20 قرش ما تدي لا انا بتنرفز عليها اه بس هي مره الصعيديه اصيله يا نوبي لا اكيد يا حاج اكذب عليك لا والله قبل كذا وقبل كذا كنت عايز اشتري لي حته ارض باعت الذهب لي والله لا يديها قالت لي خذ الذهب بيعه يعني انا بتنرفز عليها ساعات بس ما اقدرش افرط في ظفر دم مش حته ما بنت حلال دي اشرب اشرب الشاي تمام وي عامل انت؟ الحمد لله يا عم كويس تمام الحمد لله ربنا يكرمك بالخلف الصالح يا رب الله يبارك لك يا رب ادعينا جيب لك عيل وسميه شحت اول واحد لا دوي حج دوي الحج دوي لو سميته دوي. لو سميت ولدك على اسم يا نوبي هديك فدان لا هسميه الدوي خلاص لا هسميه الدوي عشان الدوي علم لا ده علم ده نشهر من ترامب بتاع امريكا يا ترامب ده مين عارفه يعني سمي الواد الدوي يجيب لي شهاده الميلاد تمام اشوفها هكتب لك فدان خلاص موافق عايزه قصب ولا موز لا موز تمام موز عايز تاكل موز خده قصب لا القصب تعب وكسره هنا لكن الموز نظيف تمام زنكت بعته خمس صباير سمي الواد الضوي هديك فدان خلاص تمام يا عمي اتفقنا يلا اتفقنا